يا كامل مرحبا، انت تعال، المليون جندي دار تجيبه من وين؟ انت منو يا زول؟ ظهر وشك يا زول، انت انا محط انا لي ثلاثة انا علي هباني شغال في علي حاجة. هباني. ودي جيب وشك يا زول، خايف انت ما قلت لك شغال في حاجة، اذا اسمعني ولا شغال دار. في شنو؟ انت شغال بوشك؟ شغال بوشك اي اي كده ها، كيف يعني؟ تشتغل بوشك كيف؟ ما دار فهمت. تجيب انت المليون خايف جندي يعني؟ دار خايف تجيبه من مليون وين؟ جندي؟ خايف مليون جندي دار تجيبه من وين؟ نركبه؟ يا اخي الله خلي ينركبك خلي الفرفره، انت، انت المليون جندي دار تجيبه من وين؟ انت جيب وشك يا زول، خايف مالك؟ يا اخي انت دار تجيب المليون جندي من وين؟ خليك من وش يعني؟ نجيب من كل فج ناميق، من نجيب من وين؟ كل من البيوتات في وين؟ السودان، انت اساسا، انت اساسا من عبد الزلفة الواحد يا زول. كامل كامل، انت انت الكلام اللي كلمني في قبل راسك ده كده، بديك لك زت من قبائل كلمني قبل الزلفة. كده وانت قلت انا ما اسمع اسمع سوداني، انت قلت انا ما سوداني كويس، وتكلمنا قبل كده وتناقشنا الحته دي كويس. انت سي اقول لك حاجه انا ما سوداني، يا اخي، انا انت ما افريقي، مؤهل انا تتكلم عن نيجيري، انا السودان. تشادي. اسمع طيب اسمع انت اسمع دار اسمع تعمل شنو يا انا اخي؟ اسمع 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 يا اخي انت اسمع اسمع انا يا كامل نيجيري، كامل انا كامل. اثيوبي، انا تشادي، انا بوركينا فاسي، انا من طيب نيجر، انا من اي تتكلم في مكان. السودان لشنو؟ انت مليون جنيه دار تعمل بو شنو؟ افريقي، دار السودان تعمل بلد بو شنو؟ افريقي صح؟ انا افريقي، انا ما جاي من شبه الجزيره العربيه، انا افريقي السودان، انا يا بيوم بولد كامل افريقي. انت اغلية، جيب وشك، انت اغلية جيب وشك يا يا زول، ما تخاف، كامل كامل، انت جيب ما اغلية، تخاف، جيب وشك، انت شغال روح اغلية في اشتغل بوشك، السودان، انت اغلية في دارفور، اغلية جيب وشك واتكلم، يا جيب وشك كامل واتكلم. كامل كامل، انت في السودان اغلية، انا لو في ثلاثة دارفور، نفر نركبك، انا بس انا في اغلية خليك دارفور، ثلاثة في دارفور. يا تقول اخي انت اسمعك. بتبكي لك 20 سنة، واي كتلونة، واي كتلونة، اسمع بتبكي لك اسمع، 20، انا لو اسمعني، ثلاثة نفر ذاته خليك سيبك من اقلية. انت بتلصق، انت بتلصق في الفور، تقدر تلصق عشان تعمل لك، تعمل مليون جندي فور اهلي، انت مالك معلوم؟ انا يا اخي. بتلصق في ما الفور، يا بتلصق في زول، ما التعامل، اهلك، بتلصق في ما النوبة، اهلك، انا ما ما حد اهلك، اتلصق في ناس، ما ما اصلا جنوبي اهلك، يا زول، انا ما ما حد تتكلم اتلصق ساي، ما اهلي. اهلك، انت مالك مال؟ انت ما دخلك، اهلك، انت دخلك بين الجمل ما والسلوسة، فور تتلصق، اهلي ما وعلى انت راسي. زول اسمع اشادي، لك، انت زول اشادي، والفور ده انا سوداني، ما تشادي، انا بتلصق بيهم. تشادي وبتكلم خلي سوري، ولا الصيغ، انت مالك خلي مال؟ الصيغ بتاعك ده، انت ظاهر انت وشك، عقل يا انت اخي، زول جبان، انت 2% من انت سكان زول دارفور جبان، ظاهر وشك هنا، يا اخي، ظاهر 2% وشك ايوه من الحوص سكان القومي، دارفور، انت 2% من سكان دارفور، ها؟ ظاهر وشك يعني. ان دار شاء الله واحد تتلصق، في المية ان شاء الله 0%. دار نركبك تتلصق، بص، دار تتلصق، دار انا تتلصق، لو ثلاثة نفر دار ذاتي يعني نركبك دي يا تمام. قبائل سودانية، جيب الفور وشك، جيب وشك، والمساليت، الفور جيب وشك يا والمساليت، انت، قبائل اسمع انسان جبان، سودانية أصيلة انت جبان، كويس، جبان ما قبائل تستسلم يا سودانية جبان، أصيلة. أنت دار مالك تتلصق، دار ما تقول لهم أعملوا تستسلم. مليون جندي و2 مليون جندي. اظهر وشك، اظهر وشك، ظهر وشك يا عبد زول، الواحد ما قال ظهر لك؟ وشك يا جبان، عبد الواحد ما قال ظهر لك؟ وشك عبد الواحد جبان، ما انت اتكلم معاك انسان جبان يا اخي، انت اسمعني، انت دار يا وشك، تتكلم معاك. انت دار اول وشك انت شنو؟ تجيب وشك، انا داري احننك، انت جيبه، يا كامل، انت اقول لك جيب حاجه، وشك، ناسك مرتزقه الله يبتعد. قداها، شو اقول لك حاجه، جيب وشك يا البرهان، جبان، البرهان، البرهان، امسك، اطلع على غيرك، طوز فيك، اطلع طوز فيك وطوز في برهانك يا جبان مرتزق، ها عميل، ها ما تجيب وشك، خايف مالك؟ جيب وشك انت جبان، ما نبلك نبلك، انا داير نبلك بوشك عشان بكره الشباب ده يلفوا بالفيديو، لكن انت ما عارف الحكايه دي كويس جبان كامل. انا علي هباني، علي هباني، انا داير اجكسك، جيب وشك هنا، انا داير ابلك، جيب وشك والله يا شباب، قالوا حل في البلد، جيب وشك هنا تتبلى بس، انت زوج جبان. بس انا اقليه، انا اقليه، انا لو ثلاثه نفر ذاته نركبك. هو يا زول انت نسيت نفسي، انت ما تتكلم في انا، انت كلمه انا دي انت تقصد بها ناس معينين، يعني انت تعرفنا كويس، تعرفنا كويس، انا هنا ضربنا تليفون لبشير يا زول، يا بشير اي شهر كده، يوم كده، ساعه كده، انا نخش الغرطوم، جينا غشينا من درمان، سلمنا عليه بشير حرب، انت حربت كلها يا جبان. انت انا ثلاثه نفر ما تقدر لي يا زول، انت انا ثلاثه نفر زاد ما تقدر لي، تعرفني سودانك ده بيعرفني كويس، ناسك ده بيعرفوني، انت تقدر تتكلم فينا؟ انا في انا زول سنه 2021 انا بموت في ماركه، انا رئيس 30 سنه وبموت في ماركه، انت تتكلم في شجاعتي؟ انت ما عارف، انت انا اعظم رئيس عندي، اعظم رئيس حركه في العالم، بموت في ميدان معركه، انت تتكلم فيني انا؟ انت ما تعرفني انا منو كويس؟ انت تقول لي اغليه، سيبك من اغليه، سيبك من النسبه المئويه، انا بقول ثلاثه نفر بس نركبك، تتكلم ساكت يا زول؟ انت نسيت ولا انت زول؟ لما تفتح خشمك هنا تعرف ناس منو انت؟ انت تعرف زول جبان انت يا اخي، خونه، زبناء، مرتزقه، انتوا تتبلى بس والله، تتبلى في امريكا، في كندا، في استراليا، في نيوزيلند، تتبلى في اوروبا والله، مليون جندي ناكل الاخضر واليابس، خونا جبناء.
اقليه، قال انا تسيبك من الاقليه، سيبك من النسبه المئويه، انا 3 نفر ناكلك حي، 3 نفر انا نتصدى ل 3 مليون، انت تعرفني انا كويس. شجعان جدا، شجعان، انا ما في زول بقدر بنكره، جبان انا يعني، جبان يعني ياباني، انا داير اخد معك صوره، انا داير نبيل لك بس صورتك، دار ما داير نبيل لك بس، داير نخلي الفيديو للايام، داير نخلي الفيديو عشان الشباب ياخدوا الفيديو نبيل لك. طب عشان كده ما جبت وشك شغال في زول بيشتغل بوشه، شغال بوشه كده مهموم في راسك ده، تتبلى بس والله، تتبلى بس، تتبلى كلكم مرتزقه ناس حوس الاوروبي، الله تتركبوا بس. شغال شغال، هي انا من الشغل شغال، شنو يا زول موجه لي للمبه، والله العظيم والله تتركبوا بس، حوس الاوروبي دلت الدين ابو اهل الشعب السوداني، دلت الدين ابو اهل الشعب السوداني، تتركوا بس. شباب جاهزين يا كومري، جاهزين والله، والله شغله دي بتسوي كده والله، والله قسم بالله شباب بيبكوا والله، واي بيبكوا بدموم والله، والله واحد قال لي يا كامل انا بالليل ما قادر على النوم، قال لي بس منتظر شغله دي تجود بس، وصل بالله قال لي يا كامل بس قول تشاك بس، قال لي خليني اتخرج، قال لي ده، قال لي ما نطلع بالباب ده، قال لي ده انه نطلب الهيئه عادي، قال لي يا اخي، قال لي انا جسمي بقى كني عادي والله، اقسم بالله والله، قال لي اني انا بتكلم معاكم بهزر معاكم والله جدي معاكم والله، زلت قال لي اقسم بالله، قال لي يا كامل انا جسمي بقى كني عادي كده، قال لي بالليل ما قادر انام يا كامل يا اخي، قال لي لسكو يا كامل لسكو والله، والله زول ده قال لي يا اخي كامل يا اخي ما لكم يا اخي جوتوها يا اخي، زول ده زين من ذاته، قال لي يا كامل يا اخي ما اقدر اتكلم معاك، قال لي ده ما زمن كلام، قال لي ده تايم مال الكلام، قال لي تايم للوق، اقسم بالله قال لي يا كامل دايرين نشتغل في ارض الواقع، قال لي يا كامل سيبكم من الكلام الكثير، ها قال لي يا كامل اشتغلوا يا كامل، قال لي هسه بدر، قال لي يا كامل شنو الكلام الفارغ، قال لي جوتوها يا اخي، ناس دايرة ناس يا اخي حرقانه يا اخي، دايرة تموت والله يا اخي، انا والله انا بجد نعتذر له، انا والله بجد بقول له معلش يا اخوي اصبر شويه، بقول له يا كامل ما قادر اصبر، بقول له يا كامل ما قادر اصبر والله، زول ده جسمه بكوب مويه اقسم بالله يا اخي، مالكم يا اخي والله، خلوها تجود اقسم بالله، ناكل الاخضر واليابس، وفي حاجات ما نقولها هنا في اللايف نكرر 100 مره والله، في حاجات لكن نطبقها في ارض الواقع، لكن ما نقولها والله، ما نقول في حاجات دي ما نقولها، نطبقها في ارض الواقع بس، شوفوها بعد ذاك مجرمين كلاب والله، مجرمين والله، قسم بالله تاكلوا بس والله، والله العظيم الف البل كلام فاضي شباب، انا قاعد ارجع الدعوات لكن والله تتركوا بس، اقسم بالله العظيم وديني ايماني، تتكلموا ساكت، الناس دي تيبت من حواسكم يا اخي، يا زول نمسكها نمسكها دنيا نهار يا زول، كفايه يا اخي، لا مفاوضات، مفاوضات شنو يا زول، مفاوضات واقعد مع جلابي بطنه كبير وده كلام فاضي يا زول، اكلوا ني اكلوا ني اكلوا، وهو جاري ذاته اكلوا قطع قطع كلام فاضي يا اخي، اكلوا ني اقسم بالله، جاري كده بس اكتو قطع قطع كلام فاضي يا اخي، عباره عن ناس جبناء، الناس خونه يا طلع الدين ابو اهل الشعب السوداني يا اخي، زول يقول انا رب الفور راسي رئيس دوله يا اخي، مفاوضات شنو يا اخي، طوس في المفاوضات ذاته، طوس في المفاوضات يا اخي، مفاوضات شنو يا اخي، مفاوضات مع منو ذاته، هو منو ذاته، مفاوضات تاع شنو يا زول، مفاوضات شنو يا بشر، مفاوضات شنو يا بشر، ما دارين نتفاوض يا زول، ما في زمن للتفاوض، شباب قال لي شباب في واحده من المناطق الترفيه في اندرمان امس كانوا عندهم اجتماع لمليون جندي، ضرب لي ايه ضربوا لي كده فيديو كده، واحد بيقول لي يا اخي اكسر الشاشه، قال لي كامل جزاته سيبنا منه، قال لي كامل يا اخي لازم بمهدوا كثير، قال لي ما في يا كامل، قال لي سيبونا من الكلام والتمهيد، قال لي اشتغلوا يا اخي نشتغل، قال لي يا اخي انت تقدر تشتغل يا اخي، مفاوضات شنو يا اخي، شغل بس شغل بس شغل بس، اقسم بالله شغل بس والله، في واحده من في واحده من المحلات ده لما ضربوا لي في واحده من المدن هنا يا اخي، نازل يا اخي نازل كمان سكاكين بس، نازل بيطروا في سكاكين بس، قلت لهم دي شنو الاصوات دي، موسيقى ولا شنو، قال لي يا مدد الموسيقى بتاع شنو، قال لي كامل جاهزين انا جاهزين، قال لي دايرين نكتر، كلام فاضي يا اخي، كلام فاضي يا اخي، كلام فاضي، بل بس بل بس والله بل بس، اقسم بالله بتتبلوا بس، شباب تحياتنا لكم كلكم، طبعا ده في ناس في ارض الواقع بيشتغلوا هنا ما زاهرين، ديل ما هنزهرهم هنا، ديل ناس الشغل بس، انا شغلنا ده مكتمل الاركان، يا هلا فضل يا كامل كيفك؟ مساءك شنو؟
هو لك تفضل. اسمع انت نوتك على الجبال اللي جت تقول اذا مع 2008، مع 2008 يعني قصدك شنو؟ يعني قصدك دخول دكتور خليل في المضمون يعني؟ اخوي اخوي انت لا خليل ولا يحزنون، انت معانا في مليون جندي ولا ما معانا؟ لا 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 لا، انت ما تقول لي مليون جندي، انت مليون جندي يا انت ما زول، تقول انت مليون انت جندي. انت تعبي لوين يا عبد السلام؟ تعبي لوين يا عبد السلام؟ مالك مالك مع خليل؟ ما اخويا خليل منو يعني؟ انت ما دخل، انت ملابس ذاته ما داخل، دار تكسر تلي، انت زول فلنجاوي ولا اسمع دار تقول شنو انت؟ خلينا من خلي، انت هسه ما انت في ميدان صاله مصر، ما بلا ميدان بلا بتيخ يا اخي، انت فلنجاوي ولا شنو؟ دار تقول شنو؟ خليل ما دخل 2008 منو تاني؟ انت دخلت الخرطوم، دار تقول شنو انت؟ انت مالك مشكلتك شنو؟ دار تقول شنو؟ مالك مع الخليل؟ انت خليل ده قدرك؟ انت ما تزال انت خليك زور لا رواق لا لا، واحد شوي. انت مالك مشكلتك شنو انت؟ انا مشكلتي معك لان انت ذكرت في نقطه وما اعرف نقطه لحل شنو ذاتها. انت مالك تقول مثلا بل بس نحن نقطة من عملنا البل يا وخشينا زول. في 2008 وما دريت انت منو لما تقول الكلمه دي ذاتها؟ انت أنا عارف نفسك وين انت؟ أنا من قبائل أصيل، أنا كلام ده جبته للتوحيد الزرقاء، كلام ده عنده علاقة بالتوحيد الزرقاء. ولما هو قال لي يا أخي أنتوا أغلي، أنا ثبت له أنت مالك، أنت قلت لي أنا ما في الميدان، أنت عبارة عن زول مرتزق وأنت عبارة عن زول فلانجاي ساكت يا أخي. اتخرج يا أخي، اتخرج، ما داري أشوفك، اتخرج اتخرج اتخرج. انا هو فلنجاي معي ما بنفع والله كلام فاضي، اتخرج يا زلمه، كان ما في الميدان، قال ايه دي ناس في الميدان.